والآن متابعة أهم الأخبار الاقتصادية. إلى زميلتي شروع عماد الدين نتحول إليك. شروع تفضل. أهلا بك نهى. أهلا بك بكي إلهام. أهلا بحضراتكم في جولة اقتصادية جديدة لنشرة السادسة. شهد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة بنية وشركة خزنة داتا سنترز ومنطقة المعادي التكنولوجية لإقامة أول مركز بيانات فائق القدرة في مصر. يعد هذا المشروع والذي من المقرر أن يقام على مساحة 40,000 متر مربع بمنطقة المعادي التكنولوجية هو الأول من نوعه من حيث القدرة والمساحة بحجم استثمارات يبلغ قدرها نحو 250 مليون دولار لاستهداف أعمال مراكز البيانات واسعة النطاق في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. أعلن وزير البترول طارق الملا البدء في تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العالمين الجديدة. وخلال انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة العالمين منتجات السيليكون، أوضح الملا أن المشروع يعد نموذجاً لشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إقامة صناعات جديدة لاستغلال الثروات التعدينية باستثمارات وطنية بديلاً عن تصدير تلك الثروات في صورتها الخام. وأكد تقديم الدعم اللازم لتنفيذ أولى مراحل المشروع بوتيرة عمل سريعة وتضافر الجهود بين شركاء المشروع من القطاعين الحكومي والخاص. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن 237 طنا من مستلزمات الأعلاف ذرة وصويا بحوالي 107 ملايين دولار خلال 7 أيام بزيادة قدرها 22 ألف طن عن الأسبوع الماضي. وأضافت الوزارة أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه بذلك يبلغ إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر من العام الماضي وحتى 3 مايو الجاري نحو 4.5 مليون طن بإجمالي مبلغ 2,200,000,000 دولار. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه. ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.142 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 17,642 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 3,656 نقاط. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 4,641 نقطة. وفي أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط مع انحسار المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة بتحويل تركيز السوق على شح المعروض، مما دعم الأسعار بعد تسجيلها هبوطا أسبوعيا على مدى 3 أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر. وارتفع خام برنت بنسبة 1.97% ليصل إلى 76.78 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.3% ليصل إلى
72.98 دولار، كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.7% لتصل إلى 2.36 دولار للتر. وكذلك صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.37% لتسجل 22 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشف البنك المركزي السعودي عن تراجع أصوله الاحتياطية الأجنبية للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى 1.61 تريليون ريال، أي ما يوازي نحو 430 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ سبتمبر من عام 2010. وأظهرت بيانات لوزارة المالية السعودية أن تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 3% أدى إلى تحقيق الميزانية عجزاً بقيمة 2.9 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ألا يتحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في ميزانية السعودية هذا العام، إذ كان سعر النفط أقل من 80 دولارا للبرميل، ما يعني أن المملكة في حال استمرار أسعار الخام عند مستوياتها الحالية قد تعود إلى العجز المالي بعد أن حققت في 2022 أول فائض سنوي منذ ما يقرب من 10 سنوات. سد الهدوء التعاملات الأوروبية، إذ يترقب المستثمرون بحذر بيانات رئيسية أمريكية عن التضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد تراجعه الأسبوع الماضي عندما رفعت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة، وصعد أسهم شركات الطاقة بنسبة 0.6% بعدما كانت من بين أكبر الخاسرين الأسبوع الماضي. وتراجع سهم شركة راشونال الألمانية لتصنيع معدات المطابخ 2%. انتهت جولتنا الاقتصادية للنشرة السادسة، وعودة من جديد إليكما إلهام ونهى. شكرا لك شروق على هذا العرض.